نشطنا مفصلة للأنباء والبداية مع العناوين. مراسلون بلا حدود ترفع دعوى في ألمانيا ضد محمد بن سلمان على خلفية قتل خاشقجي، وعائلات ضحايا 11 من أيلول يطالبون بكشف دور السعودية في الهجمات. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب بغداد، وعمليات ملاحقة فلول داعش متواصلة شمال شرق ديالى. واشنطن تصف الضربة على الحدود العراقية السورية بأنها رسالة، وموسكو تكشف أن الغارة نسفت المساعي لحوار أمريكي إيراني كان يجري التحضير له. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس وجنين، ومستوطنون يعتدون على دير الكنيسة الرومانية في القدس. وفي الظهيرة أيضا تداعيات جائحة كورونا تنعكس ارتفاعا غير مسبوق لارتفاع أسعار الطعام على مستوى العالم. أهلا بكم. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها قدمت دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي وسجن نحو 30 صحفيا. وأفادت المنظمة في بيان أن الدعوى تتعلق بالاضطهاد الواضح للصحفيين في السعودية، وتستهدف إلى جانب ولي العهد 4 مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. وبعد نشر تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي، طالبت عائلات ضحايا هجوم 11 من أيلول سبتمبر بايدن بالإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في تلك الهجمات التي امتنع ترامب عن نشرها. التقرير الذي يجب أن يكون فرصة لمحاسبة ولو متأخرة، هكذا تعاطت عائلات ضحايا 11 من أيلول سبتمبر مع نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية المتعلق باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. هم يعولون على أن يتوج كفاحهم وسعيهم لنحو عقدين من الزمن وراء المساءلة بحلول الذكرى 20 المقبلة لما يرون أنه أحلك يوم في التاريخ الأمريكي. ويقولون إن دعواهم القضائية ضد الحكومة السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات جرى إحباطها مرارا وتكرارا بسبب رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية. فماذا فعلوا غير إحياء الذكرى بالصلاة والأغاني؟ وجهوا هذه المرة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ناشدوه فيها الإفراج عن وثائق لا تزال سرية بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في الهجمات التي منعت إدارة دونالد ترامب الإفراج عنها للجمهور. وختموا الرسالة التي وقعها نحو 2000 شخص من العائلات بسؤال خطير: هل يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصلحة الشعب الأمريكي أم من أجل المملكة السعودية؟ تحرك الأهالي يسلط الضوء على دعوى قضائية جارية كشفت عن أدلة جديدة تشير إلى دور محتمل لمسؤولين سعوديين في مساعدة خاطفي الطائرات في 11 من أيلول سبتمبر الذين سافروا إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في كانون 2 يناير عام 2000. فهل نكون أمام استهزاء بالعدالة كما تخوف الأهالي في رسالتهم؟ أو ربما سنكون أمام مجرد سيناريو ثان لتبعات تقرير خاشقجي التي خلت من أي عقوبات؟ المهم أن الأهالي يأملون أن تقدم وزارة العدل على الفور الوثائق والتعاون اللذين يطلبهما الأهالي ليتمكنوا كما يختمون رسالتهم من محاسبة السعودية. معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. مرحبا بك منذر. إذا هل تشكل هذه التحركات الشعبية مقدمة لخطوة عملية من إدارة بايدن باتجاه هذا الملف؟ بداية، يتزامن طلب العائلات مع أن هيئة حكومية معنية بالإفراج عن الوثائق السرية هي يفترض أن تقدم توصيات، ومن ضمن الوثائق التي يمكن الإفراج عنها تتعلق بهجمات 11 من سبتمبر. إذا هذا التزامن يساعد العائلات. الأمر الآخر، هناك دعوة أخرى ضد السعودية من نفس المحامي الموكل من قبل عائلات ضحايا 11 من سبتمبر، من ضحايا الذين
سقطوا في هجوم الضابط السعودي الشمراني في قاعدة بحرية جوية في فلوريدا في عام 2019، والتي ذهب ضحيتها 3 أفراد بالإضافة إلى إصابة 13 فرد آخر. وبالتالي هذا يشكل زخم، يعني يستغل ويستفيد من المناخ القائم حاليا بعد نشر تقرير عن خاشقجي، بأن هناك إمكانية للإفراج أيضا عن تقرير، وخاصة تقرير لجنة التحقيقات في 11 من سبتمبر. أنهى عمله في 2004، ولكن في 2012 مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم تقريرا سريا يتعلق بتفاصيل حول كيفية وصول أموال ربما تمت عبر السعوديين، وخاصة عبر إمام مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، لشخصين يعني من الذين شاركوا في الهجمات. طبعا هناك 15 شخص من أصل 19 سعودي الجنسية، وبالتالي كان هناك تحويلات مالية من السفارة ربما، أو من أمير سعودي رفيع المستوى أيضا في السلطة، لحوالي 300,000 دولار لهذا الإمام. وهناك شخص آخر أيضا يعمل مع الاستخبارات السعودية كان له علاقة. يضاف كان هناك أيضا إشاعات حول أن السفير السابق السعودي بندر بن سلطان وزوجته كانوا أيضا يقدمون بعض المعونات أو المساعدات المالية لبعض الأشخاص الذين شاركوا في الهجمات. طبعا لم يتم وضع الصلة مباشرة بالهجمات، ولكن أنه بالتأكيد تقديم الدعم المادي يعني قانونيا وقضائيا حتى لو كان بدون معرفة، هذا يشكل مادة للملاحقة. إذن أعضاء في الكونغرس يتعاطفون مع الضحايا، يطالبون، طالبوا إدارة ترامب، إدارة ترامب ووزارة العدل ويليام بار آنذاك، حالا دون الإفراج عن هذا التقرير الخاص بمكتب التحقيقات. منذر اسمح لي أن أستثمر حضورك معنا، أسألك عن تشريع يجري الحديث عنه يمنع بموجبه محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، هل من معطيات حول هذا الموضوع؟ طبعا هذه ستجري محاولة في داخل الكونغرس، ويتوقف الأمر على مزاج الكونغرس باستصدار قرار من هذا النوع. ولكن هناك جواب موارب من وزارة الخارجية حول سؤال محدد، قال أنه بموجب قانون ماغنيتسكي يفترض بأنه من يتهم، حتى لو لم يكونوا في لائحة العقوبات، من يتهم بأنه ارتكب مخالفات أو انتهاكات ضد حقوق الإنسان يفترض منع تأشيرة له في الولايات المتحدة. ولكن بالمقابل يقول البيت الأبيض وأيضا الخارجية أن الولايات المتحدة ليس بصدد وضع عقوبات على كبار المسؤولين في دولة صديقة تربطهم علاقات دبلوماسية. إذن هذا السيف سيبقى مسلط، بمعنى أنه الإمكانية واردة إذا كان هناك من رغبة بتنفيذها، ولكن لا يوجد رغبة الآن، وكل التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض والخارجية لا تدل على أنهم سيرغبون في معاقبة بن سلمان. ولكن كان جواب أنه لا نعتبر أن هناك، ليس هناك من مخطط لبن سلمان لزيارة واشنطن، كان هذا الإجابة على السؤال المباشر في الخارجية أمس. منذر سليمان مدير مكتب الميادين كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. التعامل الأمريكي الجديد مع السعودية يتابعها الإسرائيليون بقلق ومخاوف من تأثيره في التحالف الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى إرسائه ضد إيران. من إسماعيل والتفاصيل. تقرير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقتل جمال خاشقجي والإشارة بوضوح إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المباشرة عن الجريمة أثار الاهتمام في إسرائيل لناحية ما ينتظر مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية من جهة، وانعكاس ذلك على إسرائيل وعلاقتها بدول الخليج ومواجهة إيران من جهة أخرى. الأمريكيون يقولون إن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أعطى الأوامر لقتل جمال خاشقجي. الاتهام الأمريكي هذا الذي أخذ وقتا كثيرا يمثل فرحة لجميع أعداء السعودية وعلى رأسهم الإيرانيون، إضافة إلى أنهم في الرياض لن يكون بمقدورهم النوم من هول الصدمة، فهم معتادون ترامب وإدارة مؤيدة لهم.
وفيما تراقب إسرائيل ما يجري بحذر، حاول محللون قراءة الرسالة التي يريد الأمريكيون البعث بها في هذا التوقيت بالذات وكيفية تأثيرها في السعودية وإيران. الرسالة قبل كل شيء تفيد بأن صاحب البيت في واشنطن استبدل وهناك شخص مختلف، وببساطة قام الديمقراطيون بمحو كل ما فعله ترامب والسياسات تغيرت. والسؤال الكبير هو كيف سيؤثر هذا في الإيرانيين والسعوديين، أكبر حليف للأمريكيين في الشرق الأوسط في التحالف ضد إيران الذي تصدع الآن. السؤال المطروح هو ما الذي استعجل إدارة بايدن خلال كل أزماته للانشغال الآن بقتل خاشقجي؟ في إسرائيل يحاولون حل لغز الرسالة الأمريكية المزدوجة، فمن جهة تهاجم اليد الأمريكية في سوريا، فيما اليد الأمريكية الثانية توجه لكمة إلى وجه محمد بن سلمان. في الواقع الأمريكيون يلمحون إلى أنه لم يعد لديهم صبر كاف تجاه هذه المنطقة. وعلى وقع التقدير السائد في إسرائيل المتمثل بالقلق من أن يؤدي الضغط المتزايد على السعودية إلى إضعاف التحالف الإقليمي ضد إيران، وفي مقابل التعبير عن خيبة أمل إسرائيلية من أداء الإدارة الأمريكية بشأن السعودية، أشار معلقون إلى أن رد محمد بن سلمان على القرار الأمريكي سيأتي حتما، وربما يكون على شاكلة التقرب السري أيضا من إسرائيل التي تضررت كذلك أخيرا من خطوات الرئيس الأمريكي الجديد وقراراته. الخارجية الأمريكية قالت إنها حددت مسؤولا كبيرا سابقا في الاستخبارات السعودية على صلة بمقتل خاشقجي، ودعا المتحدث باسمها السعودية إلى حل قوة التدخل السريع التي تقف وراء مقتل خاشقجي، كما طالب القوات المسلحة اليمنية بوقف عملياتها باتجاه مأرب. بناء على هجمات الحوثيين المتعددة على السعودية، نفكر في اتخاذ خطوات إضافية لتحميل قيادتهم المسؤولية. نطالب الحوثيين ليس فقط بوقف هجماتهم على السعودية، ولكن أيضا بوقف هجومهم على مأرب وبالموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لأجل التوصل إلى سلام. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حكم بالإعدام على اليمنيين بعد فشل مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد تحت عنوان منع الجوع عن 16 مليون يمني في جمع ما يغطي احتياجاتهم الأساسية خلال العام الحالي. موسى عاصي. نتائج مؤتمر الدول المانحة لليمن مخيبة للآمال. لم تتخطى الوعود بالمساعدة عتبة المليار و700 مليون دولار، بينما المطلوب لمنع خطر الجوع عن 16 مليون يمني خلال العام الحالي 3 مليارات و850 مليون دولار. تراجعت التقديمات ولم تشفع لليمنيين الذين تدخل الحرب عليهم عامها السادس، كل التقارير الأممية التي امتلأت بأرقام لأطفال ماتوا جوعا أو بسبب غياب العلاجات أو انتشار الأمراض والأوبئة أو الذين يعانون سوء التغذية الحاد. يحتاج ملايين اليمنيين بشدة إلى المساعدة للعيش. قطع المساعدات هو حكم الإعدام. أشكر أولئك الذين تعهدوا بسخاء وأطلب من الآخرين التفكير مرة أخرى فيما يمكنهم فعله للمساعدة على تجنب أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود. الولايات المتحدة انتهزت فرصة انعقاد المؤتمر الدولي لدعوة الأطراف اليمنيين من أجل الإسراع باستئناف المفاوضات توصلا للحل السلمي. لقد أبلغني المبعوث الأمريكي الخاص لليمن أن السعوديين والحكومة اليمنية ملتزمون بإيجاد حل للصراع، لذلك ندعو الحوثيين إلى الالتزام بهذا الأمر والانضمام واتخاذ خطوات بناءة نحو السلام. إيران التي رحبت بانعقاد مؤتمر الدول المانحة رأت أن الأولوية هي لوقف العدوان على اليمن فورا. علينا أن نستخدم هذا الزخم لمعالجة السبب الرئيسي والوحيد لهذه المأساة الإنسانية المخزية والعمل على إنهاء التدخل العسكري. والمطلوب من داعمي هذه الحرب ومصدري الأسلحة وقف تواطؤهم في ارتكاب جرائم الحرب والمجاعة بحق اليمنيين. ومع تراجع حجم الدعم المالي يتوقع أن لا يرتفع حجم المساعدات لليمن الذي انخفض 50% العام الماضي مقارنة بمساعدات العام 2019. يأتي مؤتمر الدول المانحة هذا العام وهو الخامس منذ بدء الحرب على اليمن في مرحلة ضبابية من مسار الأزمة اليمنية. الأمم المتحدة تعول في مسعى وقف الحرب على اليمن على موقف أمريكي جديد لم تتبلور شروطه بعد. موسى عاصي، جنيف، الميادين.
إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين باستهداف رتل لدعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في الحلة جنوب بغداد بعبوة ناسفة. من جهة ثانية، بدأت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي باليوم الثالث من عمليات ملاحقة فلول داعش وتأمين مناطق شمال شرق ديالة. إعلام الحشد الشعبي ذكر في بيان أن العملية انطلقت من محورين، المحور الأول محور ديالة الشرقي والثاني من محور نهر ديالة الغربي شمال ناحية جلولاء إلى الحدود الفاصلة مع قوات البشمركة. معنا من بغداد مراسل الميادين محمد الفهد. مرحبا بك محمد. إذن ليست المرة الأولى في الحلة التي يتم فيها هذا النوع من العمليات ضد الرتال لوجستية تابعة للتحالف الأمريكي. ما طبيعة هذه العملية وأي إشارة يمكن أن نتدلل بها؟ نعم محمد، هي ضمن سلسلة استهدافات لإرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ولا سيما في الطرق السريعة التي تمر في جنوب العاصمة العراقية بغداد والتي تمر في المحافظات الجنوبية. استهدف هذا الرتل وفق المصادر بعبوة ناسفة على الطريق السريع عند محافظة بابل جنوب بغداد. حتى هذه اللحظة لم تتوفر معلومات كافية عن حجم الخسائر في هذا الرتل، لكن بكل الأحوال محمد أن هذه الاستهدافات هي مستمرة، وفي بعض الأحيان يتحول الاستهداف إلى شكل شبه يومي يستهدف هذه الأرتال التي تقوم بنقل المعدات العسكرية والأسلحة والدعم اللوجستي إلى قواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، سواء في الأماكن الموجودة في العاصمة بغداد قرب المطار أو كذلك باتجاه السفارة الأمريكية القاعدة العسكرية المتواجدة فيها وسط بغداد، وأيضا القواعد الأخرى سواء كانت في محافظة الأنبار قاعدة عين الأسد أو في قاعدة حرير في أربيل. وبالتالي قوات التحالف في جزء من نقل هذه المعدات تستخدم الموانئ، وتاليا يتم نقل هذه المعدات بواسطة أرتال لمتعاقدين وشركات أمنية تمر بالطرق السريعة التي تربط جنوب العراق بوسطه بشماله. وبالتالي هذه العمليات هي تحدث بشكل شبه يومي على هذه الأرتال ضمن ما قالته بعض الفصائل العراقية أو التشكيلات الجديدة بأنها ستستمر باستهداف هذه الأرتال كونها أو كون وجود القوات الأمريكية في العراق غير شرعي وفق البيانات التي تصدر من هذه الجهات بين الحين والآخر. في أقل من دقيقة محمد لو سمحت، تأمين مناطق شمال شرق ديالة تأتي في إطار جولة من جولات ملاحقة فلول وأوكار داعش، فأي إطار تأتي هذه العملية وأي أهداف تقصد وتستهدف؟ طبيعة مناطق شمال شرق ديالة وصولا إلى شمالها والمثلث الرابط بينها وبين محافظة صلاح الدين وكركوك هي مناطق جبلية، كذلك مناطق بساتين، وبالتالي بين الحين والآخر تحدث فيها بعض الخروقات الأمنية. لذلك هذه العملية وفق توصيف قادة الميدان تهدف إلى تأمين القرى القريبة من خانقين ومن جبال الحمرين وكذلك نفط خانة. هذه القرى بين الحين والآخر تقوم خلايا داعش باستهداف المدنيين سواء بالعبوات الناسفة أو الاستهداف المباشر لتحركاتهم. وبالتالي وصلت قوات الحشد الشعبي اليوم وفق البيانات التي صدرت من الإعلام الحربي إلى تماس مع قوات البشمركة التي تمسك بالخطوط الفاصلة بين الإقليم والأراضي الاتحادية للعراق، وبالتالي تم تأمين محيط جلولاء. وهي ليست العملية الأولى محمد، هنالك عمليات متزامنة أخرى من قبل قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى، والتي انتهت أيضا من عملية واسعة لتطهير صحراء الحضر غرب نينوى والتي شملت الوصول إلى حدود محافظة الأنبار والحدود مع سوريا. وبالتالي هي عمليات وقائية استباقية من أجل ملاحقة الخلايا التي تحاول إعادة تنشيط نفسها واستهداف المدنيين ولا سيما في الأراضي الرخوة أمنيا. نعم محمد. محمد الفهد مراسل الميادين من بغداد، شكرا جزيلا لك. وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الاعتداء الذي استهدف موقعا للحشد الشعبي عند الحدود بين العراق وسوريا بأنه ضربة دفاعية تهدف للتأكيد أن واشنطن لن تتسامح مع من يستهدف عناصرها. أؤكد لكم مقتل مسلح وجرح اثنين في الضربة التي تمت يوم الخميس، والضربة هدفت لشيئين: أولا تعطيل عمل المقر المستهدف كنقطة تحكم في العبور من سوريا إلى العراق، وثانيا إرسال رسالة قوية بأننا لن نتسامح مع أي هجوم على عناصرنا وشركائنا العراقيين.
كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الضربات الأمريكية ضد مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله إن الغارة الأمريكية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية، متهما قوى وصفها بالمؤثرة في واشنطن باتخاذ قرار تعطيل اللقاء. حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من أن رد بلاده على أي قرار ضدها يشمل إعادة النظر في اتفاقها الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ربيعي أشار إلى أن أي إجراء مخالف للتوقعات سيضر بالعملية الدبلوماسية وقد يغلق الفرص بسرعة. قرارنا بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي مبني على أساس الاتفاق النووي، والتفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مبادرة حسن نية من طرف إيران، ونأمل أن تقابل بنوايا حسنة. إيران مؤمنة بالدبلوماسية طريقا لحل الأزمات، ولكن على أساس الصدق. من دون رفع العقوبات سيكون ادعاء الولايات المتحدة بأنها تؤمن بالدبلوماسية نفاقا مرفوضا. إننا ننتظر الإجراءات الأمريكية الجادة تجاه الالتزام بالاتفاق النووي. استعدادا لزيارة البابا فرانسيس للعراق يوم الجمعة المقبل، أنارت السلطات الحكومية زقورة أور في محافظة ذي قار للمرة الأولى منذ 4000 عام. وظهرت الزقورة بمحافظة ذي قار بشكل جديد بعد إنارتها استعدادا لزيارة بابا روما، وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري. ومن المقرر أن يقيم البابا يوم السبت المقبل صلاة من أجل السلام والوحدة في هذا المكان. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا بينهم أسرى محررون من محافظتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم. وفي القدس المحتلة اعتدى مستوطنون على دير الكنيسة الرومانية وأشعلوا النار في مدخلها للمرة الرابعة خلال شهر. مجلس الكنائس الكاثوليكية في فلسطين المحتلة أدان الاعتداء وطالب سلطات الاحتلال بالتحقيق في هذه الارتكابات بجدية وبتقديم المعتدين إلى العدالة. معنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. مرحبا بك نسرين. إذن في أي إطار يمكن وضع هذه الاعتداءات المتجددة على الآمنين والعزل من المواطنين الفلسطينيين، سيما وأن هناك نوعا ما ربط ما بين التحضيرات الفلسطينية للانتخابات والضرر الذي تنظر إليه إسرائيل حكومة أو عبر نتنياهو تحديدا من سياق هذه التحضيرات؟ يعني بالنسبة لإسرائيل الاعتداءات متواصلة على الفلسطينيين في كل يوم، هي لا تريد الفلسطينيين أن يحيوا حياة طبيعية، فعملية الاعتقالات تتواصل في كل ليلة. كان هناك حوالي 20 اعتقال هذه الليلة من مختلف أنحاء الضفة الغربية، من جنين كان هناك اعتقال لثلاثة أسرى محررين واعتداء على أسير رابع بالضرب وتفتيش منزله، من مدينة أريحة كان هناك اعتقال أيضا لشاب، في القدس كان هناك اعتداء على أكثر من مكان، في العسوية تم اعتقال شاب، في حي الطور تم اعتقال شاب آخر، في مخيم شعفات تم اعتقال عضو مجلس الثوري السابق جهاد أبو زنيد، في حي الجالية الإفريقية في البلدة القديمة بالقدس كان هناك مداهمة، رش غاز الفلفل على المواطنين هناك واعتقال لشابين وفتاة، في مدينة رام الله كان هناك اعتقال لعدد من الفلسطينيين سواء من مدينة رام الله نفسها أو حتى من بلدة بير زيت المجاورة تم اعتقال شاب آخر، في الخليل كان هناك مداهمات واعتقال، كلها محاولات لترويع الأمن الفلسطيني لمنعهم من الحياة الطبيعية. طبعا إسرائيل تريد أن تتدخل وتفرض وجودها في الانتخابات المقبلة من خلال ترهيب المرشحين وترهيب الناخبين، تحديدا في مدينة القدس هي لا تريد طبعا أن تسمح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات، لم تتخذ هذا القرار لكنها كانت حددت به في وقت سابق بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة كونها تعتبرها عاصمتها، وذلك أخذت عليه الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية السابقة. لا نعرف حتى هذه اللحظة إذا ما كانت فعلا ستسمح. لجنة الانتخابات تجري يعني تضع خطط بديلة لإجراء الانتخابات وتسهيل عمل وانتخاب وعملية الاقتراع للمقدسيين ربما في الأحياء القريبة، لكن كل ذلك خاضع لقوات الاحتلال ومزاجها، وهناك تخوف فلسطيني كبير من أن تقوم قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الاقتراع في المدينة المقدسة أو حتى الأحياء القريبة منها. أيضا ما جرى في الكنيسة والدير الروماني هذا ليس الاعتداء الأول، هو الاعتداء الرابع خلال شهر، وربما
ما يعني ما يريده المستوطنون والمتطرفون اليهود الموجودين في تلك المنطقة هو إخلاء هذا الدير نهائيا وإخراج من تبقى فيه من رهبان متواجدين، لأن هذا الدير يقع بالقرب من حي يهودي معروف باسم مئة شليم. يوجد فيه عدد كبير من اليهود المتطرفين وهم من يعتدون على الكنيسة، قاموا قبل فترة بإحراق عدد من المقاعد، تعرضوا لأحد الرهبان بالبصق والشتيمة، ثم اليوم حاولوا إحراق باب الكنيسة لولا تدخل أحد الرهبان وإخماد الحريق في الوقت المناسب. طبعا هذا العمل لاقى إدانات كبيرة من المسؤولين ورجال الدين في المسيحيين والمسلمين في الفلسطينيين. نسرين سلمي مراسلة الميادين من رام الله، شكرا لك. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية يبحث مع الجانب السوري التعاون في هذا الميدان. من جديد أهلا بكم. أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 12 عنصرا من خلية داعشية إلى النيابة العامة العسكرية لمحاكمتهم بتهمة الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد. عباس الصباخ. مرة جديدة ينجح الجيش اللبناني في سياسة الأمن الاستباقية. خلية من 12 عنصرا من داعش اعترفت بتخطيطها لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد. الخلية التي تم توقيفها في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا كانت تضم 18 عضوا. أثبتت التحقيقات تورط معظمهم في التحضير لشن اعتداءات على مراكز عسكرية في البقاع شرق لبنان. مصادر أمنية أكدت أن مستوى انخراط الموقوفين بتعاليم وفكر التنظيم الإرهابي كبير جدا، إلى حد توجه أحد الموقفين إلى المحقق بالقول: أنتم كفرة وكنا سنهاجم مواقعكم ولكن لم نوفق. وتضيف الاعترافات أنه بعد تنفيذ الاعتداءات على الجيش وإرباكه كانت الخطة تقضي بتنفيذ عمليات انغماسية على غرار تفجير سوق بغداد الأخير. المصادر تنفي للميادين ارتباط الخلية الداعشية بمشغلين خارج لبنان على الرغم من مبايعتهم للتنظيم الإرهابي، وأن الخلية غير مرتبطة بخلية كفتون التي تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء عليها الصيف الماضي. وأطلق الجيش السراح 6 عناصر وظلوا رهن التحقيق، فيما ستحاكم المحكمة العسكرية 12 الآخرين وهم لبنانيون وسوريون. مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وبحسب مسؤولين فيها باتت على قناعة أن قرار داعش بإعادة تفعيل عمله في الساحة اللبنانية بات أقرب إلى التنفيذ، ولا سيما أن التنظيم يحاول الاستفادة من عدم الاستقرار في لبنان واستغلال تحركات مطلبية على غرار تلك التي وقعت في طرابلس شمال البلاد الشهر الفائت. بحث معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ساري مع وزير التعليم السوري بسام إبراهيم التعاون العلمي والتقني بين المؤسسات التقنية الإيرانية والجامعات السورية. المباحثات تركزت على قيام الجانب الإيراني بتقديم تجهيزات تقنية دقيقة للجامعات السورية، لا سيما المستشفيات الجامعية والكليات الطبية. كما شارك ساري بافتتاح الملتقى التجاري والتقني بمشاركة ممثلي نحو 40 شركة ومؤسسة إيرانية. وكلنا يعلم بأن العلاقات بين بلدينا سوريا وإيران تتطور سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد التجاري، ولكن على الصعيد العلمي تتقدم بشكل كبير، خاصة يوجد اتفاقيات تعاون علمي وبحثي وبين وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتقني في إيران، وأيضا بين الجامعات في البلدين والهيئات البحثية وغير ذلك. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بعض من شارك في التظاهرات الأخيرة ورفع شعارات إسقاط النظام وطالب بدولة مدنية لا عسكرية تم تكوينهم وتدريبهم في أجهزة معروفة وزج بهم في عدة دول عربية وأفريقية ولاتينية. هذا الشعار ما تغيرش منذ 15 سنة، من اللي بدأوا الإستاج نتاعهم في دول أفريقية، في دول أوروبية، في دول يدوهم ويلموهم. كيفاش تكسر النظام من داخلها؟ هما الشعارات
مدنية مش عسكرية كذا وكذا وكذا ما تغيرش. تبون شدد على أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة ستكون قاطعة مع كل ممارسات النظام السابق. الانتخابات الجاية ما عندها حتى صلة بالماضي. حتى صلة. قانون الانتخابات أنا على وشك باش يخرج. المال ما يكونش. وقلنا اللي استعمل المال ساعدوه بالمال. وتظهر عليه عامين من بعد بالأدلة عامين من بعد يفقد المنصب تاعو. شدد الكرملين على أن العقوبات الغربية على روسيا غير مجدية. الناطق باسم الكرملين ديمتري باسكوف قال أن الذين يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم التفكير قليلا بالأمر، وسأل عن الأهداف التي يحققونها من خلال سياسة العقوبات مؤكدا أن تلك السياسة لا تحقق أهدافها. بينما يأمل العالم الخروج من أزمة كورونا بفضل اللقاحات، يظهر تحد اجتماعي يتعلق بالغذاء العالمي مع ارتفاع أسعار الطعام من جراء الوباء وتبعاته بشكل غير مسبوق منذ سنوات على مستوى العالم. عبد الله ظاهر. وكأنه لا يكفي البشرية ما تركه وباء كورونا من ندوب وجراح في جسدها على مدى عام ونصف عام، حتى بدأت تطفو على سطح الأحداث آثاره وتبعاته وأبرزها على مستوى الغذاء العالمي إنتاجا أسعارا واستهلاكا. بحسب مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، فإن أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى معدل لها منذ أكثر من 6 سنوات، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض سلاسل التوريد وانخفاض التوظيف في القطاع الزراعي بنسبة 5.5%، وهو الأكبر في التاريخ. من الأسباب أيضا تغير المناخ وأثاره السلبية على المحاصيل، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا والطقس الجاف في أمريكا الجنوبية، ما يؤثر في دورة الإنتاج. هذه الأسباب وغيرها دفعت السودانيين إلى الخروج نحو الشارع احتجاجا على انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية كحال لبنان وتونس وسوريا والعراق التي تعاني من ارتفاع كبير في الأسعار وسط احتجاجات واضطرابات اجتماعية على خلفية انخفاض قيمة العملة. هذا في الأسباب، أما في النتائج فيبدو أن مسار الأمور يتخذ منحا مختلفا. ففي الهند ثار الفلاحون ضد الجهود الرامية لخفض الأسعار، أما روسيا والأرجنتين وهما منتجان أساسيان للقمح فقد فرضتا قيودا على تصدير المحاصيل بهدف خفض الأسعار في الداخل. أكبر مصدر للقمح في العالم روسيا فرضت رسوما جمركية وقيودا للحد من بيع المحاصيل في الخارج ولخفض الأسعار في الداخل، فيما تتأثر تركيا كثيرا بأزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لكونها صاحبة أكبر معدل استهلاك للخبز للفرد في العالم وأكبر مستورد للدقيق كذلك. أعلنت أنقرة اعتقال 68 شخصا بينهم عسكريون في الجيش خلال مداهمات في العاصمة وعشر ولايات، وكانت نيابة أنقرة أصدرت قرارات اعتقال بحق هؤلاء من بينهم ضباط في إطار التوقيفات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. نداء استغاثة من العاصمة صنعاء للتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية وبيئية نتيجة شلل معدات النظافة بسبب نفاد الوقود. أحمد زبيبة. شلل غالبية معدات وآليات النظافة واقع تعيشه العاصمة صنعاء مع عدم تمكنها من العمل نتيجة نفاد الوقود بالكامل. حصار التحالف لمشتقات النفط بدأ يتسبب بكارثة بيئية كبرى ويضع موطئ قدم أمام انتشار الأوبئة والأمراض على نحو غير مسبوق. 2000 طن من الزبائل والكمامة ستظل مركونة في شوارع أمانة العاصمة في حال توقفت المركبات الخاصة بنقل هذه المخلفات يوميا.
قرابة 7 ملايين مواطن في صنعاء، بينهم نازحون كثر معرضون للكارثة البيئية والصحية المرتقبة، والنتيجة توقف نحو 400 سيارة وناقلة للمخلفات والقمامة في صنعاء عن العمل بعد حجز التحالف أكثر من 12 سفينة نفط في عرض البحر. 450 معدة نقل مخلفات، إذا توقفت سوف تكون هذه المخلفات كلها موجودة في أحياء وشوارع عمان في العاصمة، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية حقيقة محتملة، فنحمل دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في ذلك. الموت والمرض صناعتان سعوديتان بامتياز في حرب الرياض على اليمن، كما يقول مراقبون، فالكوليرا والدفتيريا وحمى الظناك وغيرها من الأوبئة نتيجة حتمية للحصار. دعوة عاجلة تطلقها صنعاء إلى المنظمات الدولية لوقف الكارثة البيئية، وتحذيرات من تكدس أكثر من 2000 طن من المخلفات في الشوارع، وسط مطالب بالضغط لفك الحصار وإدخال المشتقات النفطية. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. اقترب الجيش السوداني من السيطرة على مستوطنة برخت آخر وأكبر المعاقل الأثيوبية داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى، بحسب مصادر عسكرية سودانية. وسائل إعلام سودانية قالت إن المعارك العنيفة بين الجيش السوداني والقوات الأثيوبية المدعومة من عناصر إريترية تتواصل، وإن الجيش السوداني سيطر على آخر مواقع القوات الأثيوبية في الأراضي السودانية وحرر الفشقة الكبرى. إلى موجز الاقتصاد والزميل عبد الله الظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا محمد. تفضل. شكرا. أهلا بكم. أرسلت الصين 50,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا كهدية من بكين لبغداد. وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمي إنه تم الاتفاق مع السفير الصيني في العراق على توريد 2,000,000 جرعة من لقاح سينوفارم بنحو عاجل. وافق مجلس إدارة بنك بريكس للتنمية على تقديم 1 مليار دولار للصين في إطار برنامج المساعدة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة عواقب وباء كورونا. وهذه هي الدفعة الثانية من القروض المقدمة إلى بكين في إطار البرنامج المذكور. وسيخصص القرض الحالي لإنعاش الإنتاج وتوليد فرص عمل في البلاد. وحتى الآن تلقت الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار. كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي وصلت إلى 42 مليار دولار حاليا، بعدما كانت 60 مليارا مطلع العام الماضي. تبون وخلال مقابلة مع إعلاميين جزائريين قال إن مداخيل النفط للعام الماضي بلغت 24 مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده ليست في بحبوحة مالية لكنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بالإمارات عن تسيير طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من مركز تابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى السودان. وتشمل الإمدادات معدات طبية للطوارئ ومعدات حماية الموظفين والإمدادات الطبية الخاصة باختبارات الكشف عن فيروس كورونا. قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط غاز أوكرانيا أندري كوبيلوف إن كييف اتخذت الاستعدادات اللازمة لتحمل تبعات تشغيل خط نقل الغاز السائل الشمالي 2. واعترف كوبيلوف بأن أوكرانيا ستفقد عوائد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها بسبب تشغيل السائل الشمالي 2، لكنه أكد أنه لن يكون هناك نقص في إمدادات الغاز في البلاد. تقدمت شركة الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية بطلب إفلاس وحماية من الدائنين، وذلك بعد أسبوعين على توقف الشبكة عن العمل في مناطق واسعة من الولاية، ما تسبب بعشرات الوفيات نتيجة الصقيع. وتم رفع عشرات الدعاوى القضائية ضد الشركة بعد حالات وفاة لأطفال بسبب هبوط شديد في الحرارة إثر انقطاع الكهرباء خلال عاصفة ثلجية حادة، ما دفع الشركة التي تصل قيمة أصولها إلى 10 مليارات دولار إلى طلب إعلان إفلاسها وحمايتها من الدائنين.
قالت الوكالة الدولية للطاقة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة تلامس 6% خلال العام الماضي عندما أبطأ وباء كورونا النشاط الاقتصادي. وأشارت الوكالة إلى أنه مع نهاية العام اتجهت الانبعاثات للصعود مجددا، وقادت الاقتصادات الكبرى الزيادة في كانون الأول ديسمبر بواقع 2% بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة الانتعاش الاقتصادي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي من جديد عند الخامسة مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك محمد. شكرا عبدالله. صناعة العود مهنة تواجه خطر الاندثار، واللبناني نزيه الغضبان يستمر في ممارستها داخل مشغله الصغير محافظا على التراثين العربي والتراثين العربي والشرقي. بحركات متقنة ينقل نزيه الغضبان أحاسيسه إلى عوده لتتولى الأوتار ترجمتها طربا. الغضبان أستاذ متقاعد في العقد السادس من عمره، هو ليس عازفا وحسب بل أحد صانعي العود القليلين الباقين في لبنان. في ورشته الصغيرة في قريته راس بعلبك في البقاع اللبناني يقضي أيامه محولا الخشب إلى آلة وترية عربية تقليدية. تقريبا صاروا حدود 1400 آلي مشتغلهم، والمهم انه بعرفهم كلهم مع مين. هلا العزف على العود وفق الغضبان ميزة إضافية تساعد على صناعته بطريقة أفضل، فهو يعمل على تجميع العود يدويا خطوة بخطوة. في ورش، وفي بهالورش بيجمعوا آلة العود. أنا بشوف إذا الشخص المعلم هو نفسه اشتغل كل هالمراحل هي بيطلع العود عنده شخصية. سلطان الآلات كما يطلق الغضبان عليه من أقدم الآلات الموسيقية العربية والشرقية. بدأ شغفه وتعلقه به في مرحلة مبكرة ويصفه برفيق حياته. في الكثير من المعارض المحلية والدولية حل الغضبان مشاركا بما في ذلك معارض في بيروت والدوحة وشنغهاي وفرانكفورت. أما اليوم فيحاول الاستمرار جاهدا في صناعة العود مبديا مخاوفه من أن تندثر هذه المهنة. إلى العنوان. مراسلون بلا حدود ترفع دعوى في ألمانيا ضد محمد بن سلمان على خلفية قتل خاشقجي، وعائلات ضحايا 11 من أيلول يطالبون بكشف دور السعودية في الهجمات. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب بغداد، وعمليات ملاحقة فلول داعش متواصلة شمال شرق ديالى. واشنطن تصف الضربة على الحدود العراقية السورية بأنها رسالة، وموسكو تكشف أن الغارة نسفت المساعي لحوار أمريكي إيراني كان يجري التحضير له. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس وجنين، ومستوطنون يعتدون على دير الكنيسة الرومانية في القدس. وكان في الظهيرة أيضا تداعيات جائحة كورونا تنعكس ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الطعام على مستوى العالم. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. ألقاكم على رأس الساعة مع موجز للأنباء. إلى اللقاء.